بينضم لنا على الهاتف ايضا الفنان الكبير الاستاذ عزت العلايلي. برحب بحضرتك يا فندم، مبروك لمصر. اهلا وسهلا، مبروك يا حبيبي، مبروك عليك ومبروك علينا ومبروك على المصريين، وكمان مبروك على العالم كله على فكره. صحيح، يعني مش مصر بس ولا الامه العربيه بس، لا ده مبروك على العالم كله، شرق وغرب وجنوب وشمال، ومبروك على الخمس قارات. ايه رايك؟ لا انا موافق جدا. حضرتك قول لي كان شعورك ايه وحضرتك بتشوف هذا الاحتفال المهيب وتدشين افتتاح هذه القناه الجديده، قناه السويس الجديده؟ لا ما يتوصفش على فكره. انا بالظبط افتكرت يوم العبور العظيم 73، يوم ما هللت ورفعت ايديا وزعقت، قلت ايه، كنت صغير طبعا، ما يعني صغير في السن كده، ان الفرحه يعني النهارده الفرحه ما عندكش فكره، يعني مش عارف اعيط اضحك يعني ابكي اعمل ايه، يعني دي مصر. صحيح. ورجاله مصر وجيش مصر ورئيس مصر وشعب مصر اللي بيقدم للعالم اعظم هديه. وزي ما انا اقول لما سالوني قلت لهم بصوا النهارده على البورصات في العالم، شوفوا التغيير حصل ازاي. صحيح فعلا، اقسم لك بالله ان التغيير في بورصات العالم حصل ايجابي بصوره رهيبه جدا. وده كان كلمني واحد صاحبي من بره بيقول لي ايه اللي انت عملته ده يا خبر اسود، ده انتوا اتشقلبتوا الدنيا. دي اكبر دلاله على ان هذا المشروع وإذان. انا مش سامعك، صوتك بعيد قوي. حضرتك سامعني؟ دلوقتي يعني يعني ده اكبر دلاله اللي قاله لحضرتك صديقك اللي عايش بره على ان هذا المشروع احدث دوي كبير في العالم واصداء واسعه في العالم من الناحيه الايجابيه. يا حبيبي انت عملت عمله، يعني ضربت 10,000 مليون عصفور في حجر واحد، يعني اعدت الى سينا عزها العظيم. وانا بقول ان سينا دي هي عز مصر، وزي ما قلت لاحد المحطات قلت ان سينا دي ان ربنا سبحانه وتعالى اللي كلم سيدنا موسى قال له انك بالوادي المقدس طوى. صحيح. ودي الارض اللي مشي عليها العائله المقدسه، وده اللي عبر فيها واستشهد برجالنا من القوات المسلحه. يعني دي ارض مبروكه وارض شهداء وارض عظيمه جدا. النهارده المركب اللي هو اول مركب عدت وراح على البحر الابيض المتوسط، عندكش فكره انا كان شعوري ايه؟ يعني حاجه يعني اقول لك فرح، اقول لك بهجه، اقول لك يعني عايز انط من على الارض اقول ايه ده؟ صحيح. ايه المصريين دول؟ وايه عظمه المصريين دول؟ وايه المجند المصري الجامد ده؟ وايه العامل المصري الجامد ده؟ وايه المهندس المصري الجميل ده؟ وايه الضابط المصري الجميل ده؟ وايه الناس المصريين الجامدين دول اللي يلموا 7 مليار ولا 6 مليار في اسبوع؟ حد يعمل كده؟ ده معقول؟ يا لا 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 يا اخوانا، يا كتاب، يا شعراء، يا عظماء، اكتبوا، قولوا لنا الشخص، حللوا الشخصيه المصريه دي ازاي نلم 60 مليار ولا في 7 ايام. صحيح. ونشتغل نعمل قناة كاملة في سنة، ايه الحلاوة دي؟ انجاز من البداية الى النهاية. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بعض. الفنان الكبير الاستاذ عزت العلايلي، شكرا على مشاركتك معانا في الحياة الان.